بدأت التدريب أول في مستشفى راشد، من بعدها طلعنا كورسات. الكورسات هاي كانوا يستقطبون بعض الأخصائيين إلى المستشفى ويتم تدريبنا في المستشفى أو تدريبنا في دولة الإمارات، يعني ما نغادر. وفي بعض الكورسات لا كنا نحضرها خارجية. بالإضافة إلى أن احنا انضمينا أيضا إلى المؤسسة الدولية لصناع الأعضاء في أمريكا، وصرنا مثل ما تقولين أعضاء عندهم دائمين. ومن هناك كنا نطلع للاجتماعات السنوية مالهم ونبدأ ننتهل الأمور الجديدة في التصنيع، ننتهل التقنيات اللي طلعت الأمور هاي كلها. ومن هالمنطلق بدينا في المهنة هاي.